نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفيها. وزير الداخلية التركي يعلن أن عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب تجاوز 18,000. المبعوث الدولي يؤكد استمرار المحادثات اليمنية بعد ساعات من إعلان الحوثيين وحلفائهم تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد. واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في حلب وتفتح تحقيقا في مقتل مدنيين بضربات للتحالف. أهلا بكم. أكد وزير الداخلية التركي أفكان آلا أن السلطات التركية اعتقلت 18,440 شخصا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد. وأوضح أفكان آلا خلال مقابلة متلفزة عبر قناة تي آر تي أن حملة التطهير التي قادتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب دفعت السلطات إلى إلغاء ما لا يقل عن 50,000 جواز سفر لأشخاص متهمين بالضلوع بمحاولة الانقلاب في تركيا. في خطوة هي الأولى في تاريخ تركيا، ينعقد المجلس العسكري الأعلى في مقر الحكومة التركية المدنية برئاسة رئيس الحكومة بن علي يلدرم بعد أيام من محاولة هذه المؤسسة نسف العملية السياسية والديمقراطية في البلاد. قرارات عدة اتخذت في هذا الاجتماع، من ضمنها إحالة قرابة 50 جنرالا للتقاعد وترقية 99 ضابطا برتبة جنرال وأميرال في إطار تعديلاته السنوية. قرارات المجلس العسكري المتخذة عرضت على الرئيس التركي ووافق عليها، وأنا أعلن أن كبار القادة ومنهم رئيس هيئة الأركان خلوص أكار سيبقى في منصبه لتأدية مهامه. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بارك بقاء أبرز قادة المؤسسة العسكرية اجتمع على طاولة مستديرة بجنرالات العسكر لتناول وجبة عشائه بعد أن انقشعت أزمة الانقلاب في محاولة سياسية لمغازلة مؤسسة الجيش والاستخبارات لتترجم مساعي أردوغان لربطهما بمؤسسة الرئاسة منعا لتكرار شبح الانقلاب. الإجراءات التركية لا يبدو أنها تروق لواشنطن التي أزعجتها عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب، لتؤكد الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن التعاون الاستخباراتي مع تركيا تضرر ولن يكون فعالا وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وامتدت الانتقادات إلى الجانب الألماني، حيث وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير حملة التطهير بأنها تجاوزت كل الحدود على حد وصفه. انتقادات جاءت بعد طلب تركيا من ألمانيا تسليم أتباع المعارض التركي فتح الله جولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. وقد انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف الولايات المتحدة مما يحدث في تركيا من عمليات اعتقال بحق المشاركين في الانقلاب، وجدد أردوغان مطالبة واشنطن بتسليمها فتح الله جولن الذي وصفه بالانقلابي وبالكف عن رعايته، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تستطيع خداع الشعب التركي على حد تعبيره. وتوعد أردوغان في الوقت ذاته باعتقال جميع المدنيين والمتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة أيا كان عددهم. وجاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان العامة خلوص أكار وعدد من جنرالات الجيش التركي في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة. أنتم تنحازون إلى طرف الانقلابيين عوضا عن الدفاع عن بلد أفشل محاولة الانقلاب هذه. الشخص الذي دبر وتورط بعملية الانقلاب يقيم في بلدكم وأنتم تغذونه، لذلك لن تستطيعوا خداع الشعب التركي. سنواصل اعتقال جميع المنفذين والمتورطين بمحاولة الانقلاب مهما بلغ عددهم. وينضم إلينا من أنقرة مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، ضعنا في تفاصيل المعلومات التي أدلى بها وزير الداخلية التركي بخصوص عدد المعتقلين وإلغاء جوازات سفر آلاف المتهمين بالضلوع في عملية الانقلاب.
نعم نديف، في الحقيقة في سير التحقيقات وحملة الاعتقالات الواسعة التي بدأتها السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية، اليوم يأتي رقم جديد على لسان وزير الداخلية التركي أفكان آلا، حيث قال إن عدد من تم اعتقالهم على خلفية هذه المحاولة الانقلابية بلغ 18,044 شخصا، يجري التحقيق معهم، البعض تم إدانته فيما يجري التحقيق مع قسم كبير منهم، وفي حال تم ثبوت عدم التورط في المحاولة الانقلابية هذه أو بعدم الصلة بمنظمة رجل الدين فتح الله جولان، فإن من تم اعتقاله سيتم إطلاق سراحه. وكانت السلطات التركية بالفعل قد أطلقت سراح عدد كبير من تم احتجازهم في فترة سابقة ممن ثبت عدم تورطهم في المحاولة الانقلابية هذه. أيضا تم إلغاء جوازات سفر الآلاف من المواطنين الأتراك، من ضمنهم هؤلاء المعتقلين الذين ثبت بالأدلة بحسب الحكومة التركية أن لهم صلة بالمحاولة الانقلابية أو تم التعاون بينهم وبين منظمة الكيان الموازي التابع لرجل الدين فتح الله جولان نادين. كان هناك أيضا تصريحات هامة لوزير الدفاع التركي فكري إشق، الذي قال قبل نحو ساعة من الآن أن وزارة الدفاع التركية ستشهد تغييرات جذرية خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك ازدياد في أعداد الموظفين المدنيين على حساب العسكريين، كما قال أن فترة الخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا سوف يتم تقليصها، بالإضافة إلى السماح لخريجي المعاهد الشرعية بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية، وهذا الأمر كان ممنوعا منعا باتا في تركيا، حيث كان يمنع على خريجي المعاهد الشرعية والدينية من الالتحاق في المؤسسة العسكرية وأن يكونوا ضباط في الجيش التركي، لكن الآن بعد هذه التصريحات سوف يسمح لهؤلاء بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية. كان أيضا هناك نادين تصريحات هامة كما ذكرت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي التصريحات الأولى من نوعه، انتقد فيها بشدة الولايات المتحدة الأمريكية وقال أن عليها أن تلزم حدها فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها قائد القوات المركزية الأمريكية، والتي انتقد فيها الاعتقالات التي طالت بعض الضباط المتورطون في المحاولة الانقلابية الفاشلة نادين. شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسلنا عدنان الظاهر. أعرب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عن قلقه إزاء الوضع في محافظة حلب شمالية سوريا، وأكد أنه تحدث مع الجانب الروسي مرتين خلال 24 ساعة الأخيرة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن الجيش الأمريكي يحقق في تقارير أفادت بأن ضربة جوية قرب منبج في سوريا تسببت في سقوط ضحايا مدنيين. من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 28 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية على قرية الغندورة في ريف منبج الشمالية. أعلنت منظمة Save the Children البريطانية غير الحكومية تعرض مستشفى تدعمه في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا للقصف بشكل مباشر. وقالت المنظمة إن القصف أصاب مستشفى ولادة تدعمه في المحافظة، مما أدى إلى وقوع ضحايا وألحق أضرارا بالغة بالمستشفى. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات نفذتها طائرات حربية على بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالية استهدفت مستشفى ومركزا للدفاع المدني. أفاد مراسلنا أن مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد استمرار مفاوضات السلام المنعقدة في الكويت، وأشار إلى لقاء سيجمعه بوفد الحوثيين إلى المفاوضات. جاء هذا بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي وصالح تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون اليمن. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن مفاوضات السلام قد انتهت احتجاجا منها على تشكيل الحوثيين وحلفائهم ما سموه بالمجلس الأعلى، واعتبرت ذلك بمثابة انقلاب ثان على الشرعية.
وقد أفاد مراسلنا بأن مسلحي الحوثي وصالح تمكنوا من السيطرة على مديرية حيفان في محافظة تعز بعد معارك مع المقاومة الشعبية استمرت عدة أيام. في المقابل بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في منطقة الصراري بعد سيطرة المقاومة الشعبية عليها. تقرير نبيل اليوسفي. من الصعوبة بمكان أن تصادف في هذه القرية سوى قلة من كبار السن، فغالبية سكانها غادروها مكرهين بعد أن اشتد عليهم الحصار وباتت حياتهم في خطر يومي جراء العمليات القتالية. إنها قرية الصراري في مدينة تعز التي تمكنت المقاومة من فرض السيطرة عليها بعد معارك كر وفر مع مسلحي الحوثي وصالح. بدأ بعض سكانها بالعودة إلى بيوتهم بعد معاناة النزوح، لكنهم فوجئوا بعدم صلاحية معظمها للسكن بعد أن طالها الحرق وتم نهب محتويات القسم الآخر منها. نحن من قرية الصراري، بس أنا جيتوا لما قررت بصرنا بيتنا تحرق، جيتوا مغير لغير، جيتوا لا حصلت حاجة ببيت، البيت مدمر كله. منظمات إنسانية إغاثية محلية زارت قرية الصراري وقدمت لمن تبقى من سكانها مساعدات غذائية وطبية. زرنا اليوم منطقة الصراري، نحن ومنظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات الإغاثة، لأن معنا قافلة إغاثية وقافلة طبية ننقل لإغاثة أبناء المنطقة وننقل صورة للمجتمع عن ما يحصل في قضية الصراري. وعلى الرغم من بسط سيطرة المقاومة على قرية الصراري، لكن تهديد عودة مسلحي الحوثي ما زالت قائمة، باعتبار السيطرة عليها يعني التحكم في أهم الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. ويبقى معنا نبيل اليوسفي مراسلنا في صنعاء. نبيل، ما هي المعلومات الإضافية التي توفرت بخصوص المجلس الأعلى الذي أعلن عنه من قبل جماعة الحوثي وصالح؟ يعني هل من مقر للمجلس؟ من هم أعضاؤه؟ وكيفية إدارته المزمعة للبلاد؟ نعم، ربما أن هناك لا زالت اجتماعات تجري ما بين الجماعة الحوثي وكذلك حزب المؤتمر الذي رأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. طبعا بحسب الاتفاق سيكون الرئيس المجلس سيكون بالتناوب وكذلك نائب رئيس المجلس سيكون بالتناوب، وبحسب تصريحاتهم في مختلف مواقعهم الإلكترونية أكدوا بأن هذا لم يأتي أو هذا المجلس لم يأتي تشكيله إلا لأن المفاوضات أو ربما يئس من المفاوضات كذلك لاستمرار قصف طيران التحالف والحصار على اليمن. كان هناك كذلك هذا اليوم خطاب متلفز لزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أكد فيه أن تشكيل هذا المجلس جاء لسد الفراغ السياسي في البلاد، وأكد بأن أمريكا هي من تقف وراء فشل المفاوضات الجارية الآن في الكويت. هذا طبعا على الصعيد السياسي. على الصعيد الميداني هناك اشتباكات عنيفة تتواصل على الجبهة باتجاه محافظة لاحج جنوب اليمن، وكذلك اشتباكات متقطعة بعد أن سيطر الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح على معظم جبهة أو منطقة حيفان التابعة لمحافظة تعز جنوب اليمن. كذلك خرجت هذا اليوم مظاهرة بالمئات وبالتحديد في مدينة تعز بعد صلاة الجمعة، نددوا فيها باستمرار الحصار على مدينة تعز، قالوا بأن مدينة تعز أصبحت محاصرة من مختلف الأماكن ولا تصلها المساعدات الغذائية ولا الطبية. تحديدا على الحدود اليمنية السعودية حتى الآن وبحسب شهود عيان وكذلك سكان قريبين من منطقة حرض الحدود مع السعودية أكدوا بأن الاشتباكات لا زالت متواصلة في المنطقة، وبأن قتلى وجرحى من الطرفين، سقطوا عشرات القتلى من والجرحى من الطرفين ما بين المقاومة وبين المدعومة بقوات التحالف وكذلك بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. لا زالت الاشتباكات تدور في الحدود اليمنية السعودية بالتزامن مع قصف عنيف لطيران التحالف وكذلك طيران الأباتشي على مختلف المواقع في المنطقة. أشكرك جزيل الشكر من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. في شأن آخر، أعلنت قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق الليبية أنها حققت تقدما إضافيا في حربها ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية لاستعادة مدينة سرت. وقال مصدر أمني ليبي إن قوات حكومة الوفاق استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في المدينة بالمدفعية والطائرات وخاضت معه اشتباكات قتل فيها اثنان من عناصرها.
أدى سكان قرية قليندية شمال القدس صلاة الجمعة على أنقاض منازلهم التي دمرتها قوات الاحتلال قبل أيام، وأكد السكان أنهم سيعاودون بناء بيوتهم، واستهجنوا ما وصفوه بالتقصير الرسمي الفلسطيني والعربي. وهدمت جرافات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي 12 بناية في القرية بحجة البناء بدون ترخيص، وهي عملية الهدم الأكبر التي ينفذها الاحتلال منذ أعوام. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. كلينتون تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز عن تأييده لخطة تعليق التمويل الخارجي لبناء المساجد بشكل مؤقت على الأراضي الفرنسية، لكنه أعرب في المقابل عن أمله في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد. ودعا فالز في مقابلة مع صحيفة لوموند إلى بناء علاقة جديدة وحميمة مع مسلمي فرنسا، كما طالب بضرورة إعداد الأئمة داخل فرنسا وليس في مكان آخر. والآن نتوقف مشاهدينا مع جولة في جديد الأخبار الاقتصادية. انخفضت أسعار النفط إلى مستويات جديدة هي الأدنى منذ شهر أبريل نيسان الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينذر بالتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات النفطية. سجل مزيج برنت في العقود الآجلة مستوى 42 دولارا و51 سنتا. تستمر التداعيات الاقتصادية السلبية لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، حيث واجهت خفضا إضافيا في مستوى تقييمها الائتماني من قبل وكالة S&P، والتراجع إضافي في قيمة الليرة لمستوى انخفاض إجمالي هذا الشهر ب 4.6% مقابل الدولار، وتسجيل السندات التركية مستوى العائدات الأدنى بين سندات الأسواق الصاعدة. أصدر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوانيس تقريرا أشار فيه إلى الارتفاع القياسي في نمو الصادرات البريطانية بما يتجاوز مستوى النمو المتوسطي العالمي للصادرات، هو الأعلى منذ عام 2006. حققت بريطانيا مستوى صادرات ب 151 مليار جنيه استرليني خارج الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقارنة مع صادراتها للدول الأوروبية ب 134 مليار جنيه استرليني. حقق عملاق التكنولوجيا الأمريكي فيسبوك مستوى أرباح قياسية تخطى من خلالها توقعات وول ستريت في الربع الثاني من هذا العام، مع تقنيات الفيديو الجديدة التي رفعت من مستوى الإعلان. ارتفع مستوى الأرباح الربعي ب 59.2% إلى 6.44 مليار دولار، وارتفاع مستوى النشاط الدعائي ب 76% مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي. أصدرت شركة بريستل البريطانية العريقة لصناعة السيارات طراز سيارتها الجديدة التي تعكس ذكرى انطلاقتها قبل 70 عاما بعد أن واجهت الإفلاس الحقيقي في عام 2011. يذكر أن شركة بريستل التي تعرف تقليديا بصناعة الطائرات تعمل على إنتاج سيارتها الجديدة حسب الطلب وحسب رغبات عملائها وحاجياتهم الشخصية بتكلفة تزيد عن 250 ألف جنيه استرليني. أعلنت هيلاري كلينتون رسميا قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لها لرئاسة الولايات المتحدة في ختام مؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة فيلادلفيا. ودعت كلينتون إلى وحدة الأمريكيين، وأشارت إلى أنها ستكون رئيسة للديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين في حال انتخابها. وأكدت كلينتون في خطابها أمام المؤتمر العام للحزب الديمقراطي أن انتخابات نوفمبر
الأحسان المقبلة ستكون لحظة مهمة بالنسبة للناخبين الأمريكيين. واتهمت المرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب برغبته في فصل الأمريكيين عن بقية العالم وعن بعضهم البعض. أمريكا بحاجة لكل واحد منا لتقديم مواهبه وطموحاته لجعل مجتمعنا أفضل. لهذا السبب أقوى معا ليس مجرد شعار لحملتنا، إنه مبدأ توجيهي لهذا البلد ونحن في طريقنا لبنائه. هذا هو البلد الذي نقاتل لأجله، وهذا هو المستقبل الذي نعمل من أجله. وبتواضع وعزم وثقة لا حدود لها أقبل ترشيحكم لي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ذكرت التقارير أن مستويات التلوث في بحيرة القرعون الواقعة غرب لبنان بلغت حدا بات يشكل خطرا على الزراعة في المنطقة وحياة الناس، وهو ما حث بالسلطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات لتنظيف مجرى البحيرة. مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقدر بمئات آلاف الهكتارات غرب وجنوب البلاد مهددة الآن بحرمانها من المياه الصالحة للري بعد أن وصلت نسبة التلوث في بحيرة القرعون مستويات يتعذر على الأشجار والمزروعات الموسمية التعايش معها. مباشرة الإسراع في ربط موضوع تلوث الليطاني مع هذا المشروع اللي عم يعدوا له ب 880 مليون دولار هو تحضير لصفقة جديدة نحن بالمبدأ ضدها بالتأكيد وسنواجهها ونوقف ضدها. هذا لا يعني بأنه تلوث نهر الليطاني يحتاج إلى هذه المبالغ الطائلة لمعالجته. تلوث نهر الليطاني في كل أبعاده، يعني في قسمه الشمالي وفي قسمه الجنوبي، بيتطلب سياسات جدية من قبل الوزارات المعنية بوقف مصادر التلوث ووقف رمي الملوثات في هذا النهر. هذا الواقع أدى إلى تراجع مصدر رزق العديد ممن يعيشون على ضفاف البحيرة ويتكسبون من خيراتها. الحكومة اللبنانية أعلنت تشكيل لجنة لمتابعة الملف وبدأت باستدراج عروض لتنظيف البحيرة على أمل أن تنجز هذه اللجنة مهامها بالوقت الصحيح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. البحيرة ملوثة ومهددة بالموت الوشيك بحسب المختصين في مجال البيئة، وهي بحاجة إلى تنظيف وتأهيل ضمن استراتيجية بيئية وطنية شاملة للحفاظ على ما تبقى من موارد مائية في لبنان. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من أمام بحيرة القرعون غربي لبنان. شهد سجن المدني في الدار البيضاء كبرى مدن المغرب حركة عصيان لسجناء قاصرين حاولوا الهروب من السجن، وقد تدخلت قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي على عدد منهم، وهو ما تسبب بإصابة العشرات من السجناء، بالإضافة إلى إصابات طالت أفرادا من قوات الأمن، وذلك بحسب تأكيد مراسل وكالة الأناضول. وبدأت حركة العصيان في مركز الإصلاح والتهذيب في منطقة عين السبع المعروف بسجن عكاشة، بدأت عندما أشعل السجناء النار في عنابر نومهم، فتدخلت قوات الأمن على الفور واقتحمت بوابة السجن لتتعرض بعدها لرشق بالحجارة من قبل السجناء الذين احتجزوا شاحنة للحماية المدنية عند بوابة السجن وأضرموا النار فيها. في اليمن المئات وربما الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون ظروفا صعبة في غياب البنية التحتية الخاصة بهم بسبب الحرب والأوضاع الراهنة في البلاد. أحمد العنسي نموذج لقصة إعاقة وتحد في الوقت نفسه، يرويها لنا خليل القاهري. أحمد العنسي مقعد بشكل كامل إثر إصابات بأعيرة نارية في عدن في 2004. الحرب الأخيرة في عدن وحملة التهجير ضد أبناء المحافظات الشمالية من المدينة أفقدته منزله وعمله ليجد نفسه وأسرته نازحا في صنعاء. إعاقة أحمد تحول دون قدرته على الحركة إلا بمساعدة أهله، ورغم ذلك فقد قرر مواجهة الظرف حيث يعرفه وسيارته كثير من سكان صنعاء بعد أن ابتكر صفائح حديدية تصل محركات السيارة بيديه ليتحكم بها عوضا عن رجليها. مع الحرب الأخير كان يحوطوا على بيتي أكثر من مسلحين وأعطوني الإنذار أن أرحل من عدن نهائيا، وتم ترحيلي وتم تهديم البيت وتم البصة على الأرض.
يتجول أحمد في شوارع صنعاء لكسب قوت يومه وعائلته من خلال سيارة الأجرة التي لا يقوى على الجلوس فيها أكثر من ساعتين بسبب آلام الإعاقة. عندي إصرار طبعا، إصرار أنه سيواصل واحد إلى الحياة ويعيش بقية أيامه بأي طريقة يعني، ويعتمد الإنسان على نفسه، ويجب على الناس أن يتحلوا بهذا المعنوية، وما هو من الله أهلا وسهلا فيه، ونحمد الله في كل حال وعلى كل حال بما رضى وقدر. على امتداد البلاد أمثال أحمد يمكن عدهم بالمئات إن لم يكن بالآلاف، ووراء كل منهم قصة وحكاية، لكن خيطا واحدا يجمع أغلب تلك القصص هو الوجه الآخر للحرب في البلاد. قصة أحمد رغم طابعها الإنساني إلا أنها تختزل كثيرا من معاني التحدي وقوة الإرادة في مجابهة صعوبات الحياة وقسوتها، خاصة في بلد مثقل بالمصاعب كاليمن، وفي فترة تعد واحدة من أكثر الفترات تعقيدا في تاريخ البلاد. خليل القاهري، تلفزيون العربي، صنعاء. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.